بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواني الكرام في درس جديد وشيق إن شاء الله. راح نتطرق اليوم إن شاء الله في الكريم في هذه الدرس عن ال HTML أو أصحاب المبرمجون بصفة عامة. أخي الكريم، تود أن تكون مبرمج، عليك أن تتخذ برامج أولا لعمل ذلك وأن تختار من ضمنهم، وهي كثيرة جدا. أنا اليوم أطرح أمامك ثلاث برامج استعملها شخصيا، وهي احترافية وبسيطة جدا إلى أكثر درجة. أخي الكريم، ندعوك أولا إلى متابعتنا على الفيسبوك، وثانيا تفعيل خاصية المشاهدة أولا ليأتي كل جديد نطرحه على هذه الصفحة، ثانيا تصفح مدونتنا الجميلة والجديدة الشيقة إن شاء الله، حمد بروبلوس دوت كوم، حميد المحترف. أخي الكريم، ثالثا نأتي إلى العمل وهو أمامكم. أخي الكريم، عليك تحميل بهذه الملفات الثلاثة، سأضع روابطهما كل واحد على حد آخر. أخي الكريم، لكي تختار كل ما تريد. أولا نبدأ بهذا البرنامج. هذا البرنامج هو نوت باد. نوت باد هو برنامج خفيف جدا أخي الكريم. نأتي إلى كم يأتي من الميجا بايت، تجده قليل أي حجمه أخي الكريم عما أتحدث، وهو 4 ميجا بايت. يعمل على جميع الويندوزات، كما أنا أيضا أستعمل الويندوز الإكس بي، جميع الويندوز أخي الكريم. تقوم بتحميلها من الوصف وتقوم بالضغط مرتين، تختار اللغة التي تريد، مثلا نحن العربية، وتضغط أوكي وتضغط نيكست وموافق، والتالي أيضا، وتختار ما تريده من هنا. أنا أضع فارغة ونضغط تنصيب، وينتهي معك التثبيت على هذه الشكل أخي الكريم. تنظر حتى يتم تثبيته بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبالتالي تقوم بالوصول إلى هذه النافذة، قم بتشغيل هنا وتقوم بإنهاء، ويطلع معك البرنامج بطرفة عين. كما ترى هذه هي نافذة البرنامج أخي الكريم، يقوم بملئك هذه الواجهة أولا على البرنامج ونوعه والفيرسون التي تقوم باستعمالها، تقوم بمسحاته وتقوم ببدء كتابة أكوادك التي تريد كتابتها أخي الكريم. هنا أرسل لي رسالة الترقية أو ميزاجور، عفوا. وهنا أخي الكريم تبدأ بكتابة كل ما تريده HTML أو أي شيء آخر، وهنا تبدأ بكتابة أكوادك CSS وغيرها أخي الكريم. كما ترى أخي الكريم، هذا هو البرنامج الذي حدثتكم عنه أولا. نذهب الآن إلى الثاني وهو السامبلاين. السامبلاين هو برنامج أخي الكريم مشهور جدا ولديه شعبية كبيرة، يقوم بتعميل أيضا بالكتابة على الأكواد CSS و HTML و الجافا سكريبت والجيكوير وكل من هذه العمليات أو اللغات التي تحفظ على البرمجة. تقوم بتحميلها أيضا وتضغط مرتين. حجمه 7 ميجا كما ترى في الكريم أسفل الماوس، 7 ميجا فاصلة 39. تضغط عليه وتضغط نيكست نيكست و أد كونتنت إكسبلورر إن أردتها، ونيكست أنستال، وتنتظر ليثما يتم التثبيت. في النهاية تقوم أيضا بالوصول إلى هذه النافذة على هذه الشكل، وتقوم بتفعيل هذه ليشتغل معك مباشرة بعد الضغط على فينيش، وتضغط عليها ليتم تشغيل البرنامج، وينبثق لك البرنامج على هذه الواجهة أخي الكريم. ويمكنك البدء فقط على الضغط على فايل ونيو فايل، وتقوم بكتابة أكوادك التي تريدها أخي الكريم. مثلا سنكتب شيئا آخر، HTML HTML، ونقوم بإغلاق ال HTML، وتبدأ بكتابة أكوادك ال CSS، وبالتي تميز هنا بالألوان وغيرها أخي الكريم. إنه ليقبل لأني لم أعمل الدوك تايب الذي هو معروف في البرمجة، سأشرح لكم ذلك في الآخر إن شاء الله. نمر إلى أهم البرامج البرمجة، وهو الذي لا يعرفه الكثيرون، وهو الدريم ويفر الخطير الذي يعمل كل شيء تقريبا في هذا البرنامج، خصيصا للديزاينر ولتحميله فقط وتفعيله. أيضا سأريكم الطريقة إن شاء الله اليوم. تقوم بتحميل هذا الملف وتقوم باستخراج الملفات عليه بالضغط على اكسترا هير بواسطة برنامج فك الضغط. أيضا
بعدها يقوم لديك هذا الملف على هذه الشكل، تقوم بالدخول عليه أولا. أولا تقوم بوصول إلى هذه النافذة. أولا قبل التنصيب يجب عليك عمل شيء قبل ذلك أخي الكريم، وهو نزع النت عن الجهاز. مثلا الآن لدي نت، كما ترى يمكن الدخول على النت. سأذهب إلى هذا المكان My Network Place، أنا أضغط هنا على Property في أي جهاز أخي الكريم، ويندوز 7 أو غيره، وكلهم تقريبا متماثلة. وتقوم بالضغط على ديزاكتيفي لهذه النت التي تستعملها الوايرلس أو غيرها. فقط تقوم بإطفاء هذه الأيقونة أو النت التي لديك، مثلا لدي 2 سأقوم بعملها لـ2. ثانيا نذهب إلى الملف الذي هنا أخي الكريم، تضغط على هذه الأيقونة الحمراء. آسف على السرعة التي أقوم بها لأني لا أريد أن أطلع عليكم، ونضغط على إجنور إن وجدتك هذه المشكلة. ننتظر ثم يتم تحميل هذه الأيقونة. بعدها أخي الكريم تظهر لك هذه النافذة، ومعظم الناس الآن يقوم بالضغط على انستال وليست هذه، تضغط على تراي. I want to try about Dreamweaver، أريد أن أثبت تجربة على البرنامج أو برنامج تجريبي، وتضغط على accept هنا أخي الكريم. والبرنامج يدعم اللغة العربية أيضا، النورث أرابيك لا يدعمها أيضا. ثانيا تضغط انستال وتحديد الملف إن أردت أن تقوم بتحديثه في أي مكان. والآن يقوم ب preparing install، يقوم بتعداد التثبيت أو يقوم بتثبيت مباشرة على جهازك أخي الكريم. ما عليك سوى الانتظار ريثما يتم هذا تحميل البرنامج على هذه الشكل. يصل إلى هنا إلى 100% أخي الكريم. سأقوم بإيقاف الفيديو لأن هذا قد يطول كثيرا، ولكن حسب جهاز الآن. بعد أخي الكريم تأتي إلى هذه الأيقونة على الضغط فيغمي أو كلوز. بعد أخي الكريم نقوم بالرجوع إلى الخلف على هذا الملف، ونجد هذا الوينرر هنا أخي الكريم. تقوم باستخراج الملفات منه أخي الكريم لتفعيل البرنامج. هذه هي طريقة تفعيله الصحيحة. تقوم بالدخول إلى البرنامج أخي الكريم، وتقوم بنسخ هذا الملف. ونذهب إلى المسار التالي على بوست خافاي، ونذهب إلى الديسك سي، ونذهب إلى بروجرام فايل، ونذهب إلى أدوب، ونذهب إلى أدوب دريم ويفر، ونقوم بنسخ هذا الملف هنا أو وضعه هنا، ونقوم بالقبول بالتغيير. والآن لقد تمت تفعيل هذا البرنامج. تقوم بإغلاق كل شيء وتذهب إلى قائمة البرامج لتشغيله، ونذهب إلى هذا الدريم ويفر، نقوم بتشغيل الضغط عليه للتشغيل، وننتظر ريثما يكون يشتغل معنا إن شاء الله. وتنبثق لك هذه الواجهة، وهي أنك تقوم باختيار اللغات التي تريد تعلمها. مثلا أنا أريد الجافا سكريبت والأسيبين والكود فونس، كلهم أريدهم. تضغط على سيلكت آل لتفعيلهم كلهم أخي الكريم، تضغط على أوكي، وينبثق معك مجددا على هذه النافذة مثل الفوتوشوب أخي الكريم. وأخي تمت العملية بنجاح. الآن تختار الملف الذي تريد تعمل عليه HTML PHP أو CSS أو الجافا أو XML. تضغط إلى HTML مثلا، وها هي هنا أخي الكريم. تضغط إلى كود، أنقلكم هذا هي الدوك تايب التي حدثتكم عندها قبلا. وهنا يمكنك ملء الباضي كما نعلم، تضغط الديفات وإلى ما ذلك بملئها، وصنع ونجمع الأمر في كل هذه الأعمال، وتعمل الديزاين كما أنت يحلو لك أخي الكريم. وإلى هنا تم درسنا إن شاء الله بالنهاية. أراكم إن شاء الله في درس جديد وحلقة جديدة. لا تنسوا دعمكم لنا، دعمكم هو كل شيء لنا. سبسكرايب ولايك للصفحة وشير للدرس لمن كل من ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.